طرفها الهلال. كأس ولي العهد السعودي قمة عربية الكل انتظرها، فهي موعد الإثارة والندية والتشويق، نهائي يجمع للمرة الأولى الأصفر بالأزرق، فهل ستكون الثالثة للنصر أم أن الثانية عشرة للهلال؟ هل سيواصل النصر تفوقه في النهائيات أم أن الهلال سيؤكد أرجحية آخر السنوات؟ هل سيجددها كارينيو أم أن زلاتكو سيثار؟ الزعيم المتخصص يواجه النصر المتطور في موقعة تاريخية، وكلاهما يبحثان عن الظفر بأقدم المسابقات السعودية، مواجهة أعادت الزمن الجميل للعالمي ووضعت الموج الأزرق أمام تحد قديم جديد. ساعات وساعات والجماهير الموشحة بألوان عشقها تزين استاد الملك فهد الدولي أصفر وأزرق، والكل يهتف بلغة الكأس. قوس القزح الأزرق البراق. تشكيلة الفريقين لم تشهد تغييرات كبيرة، ياسر يتواجد منذ البداية، واليوناني خارستياس لن يشارك أساسيا، أوراق مكشوفة، فهما يلتقيان للمرة الثانية بعد 22 يوما على مواجهة الدوري، وفيها انتصر النصر. أول تهديد يستحق الذكر كان في الدقيقة 11، رأسية الأطول البرازيلي أوزيا كان لها بالمرصاد عبد الله العنزي، والرد من حسين عبد الغني لم يأخذ أكثر من 3 دقائق فقط، واحدة بواحدة، ومن يستغل الواحدة ربما ينتزع المواجهة. العالمي لم يستغل الكرات الثابتة، وحتى التسديدات الخاطفة لم تأتي بثمارها، وصراع الخبرة لمن قال الكلمة في هذه اللقطة. حسين والشلهوب، يا سلام يا سلام. تركيز عال من الحراس وغياب واضح لقادة الهجوم. عبد الله العنزي يتحدى الهلاليين مدافعين ومهاجمين ويذود عن الشباك بثقة الكبار الشجعان. لا ياسر ولا لوبيز لم نرى منهم من يمنح العشاق والمحبين أملا بالحسم المبكر، فيما هنالك خالد الزيلعي استحق نجم الشوط الأول بامتياز. في الثاني حضر راعي الحفلة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز، وحضر أيضا عبد عطيف في محاولة لتنشيط الفعالية الهجومية. الأصفر هو الأفضل وأخطر مرتين. البرازيلي باستوس يتلقى كرة من عبد الغني لكنها علت العارضة بقليل، غاب هجوم الهلال وأوزية يكررها مرة ثانية. الزعيم ما زال يفقد قائده ياسر القحطاني، غاب ساعة كاملة ولم يفعلها في أول كرة. تمريرة ساحرة من الساحر محمد الشلهوب، ولكن الزوري لم يركز بالتنفيذ. رد الزيلعي كاد أن يصنع الفرحة، ولكن أوزية يتصدى لباستوس ويؤجل الحسمة. في الدقيقة 90 ياسر القحطاني يطالب بركلة جزاء، والحكم الإيطالي جيان لوكو يرفض الاحتساب. اليوناني يشترك في الشوطين الإضافيين، والإيطالي يرفض الاحتساب من جديد، ولكنه هنا أعلنها بتأكيد. نواف العابد يهدي الشلهوب ركلة الجزاء. محمد في المرمى، الله! زلاتكو ترك الاحتفال ليقدم التعليمات الصليبة، ولكن المدافعين من شدة الابتهاج لم يسمعوا ما قال. خالد عدى علي، الله! دامك عالمي، ما تستسلم. العالمي فجرها في الثواني الأخيرة، والترجيحية هي من ستعطي الأرجحية في ليلة ستبقى خالدة في ذاكرة كل من شاهد القمة السعودية. سلام المناصر، صدى الملعب. حسني ضيعها، البطولة للهلال.